ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أهل العلم يستنكفون، ولذلك سجن منهم من سجن، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وهم ثابتون على الحق المر. لا يبدلون ولا يغيرون، برغم أنه لو بدل أو غير لاستراح. وأقرب مثل إلى ذهني الآن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لما المعتصم، وهذه أسوأ ما فعل المعتصم، فتنة خلق القرآن وتبني هذه الفكرة الشيطانية، تبناها المعتصم بكل أسف يعني، واستمرت في أيضا خلافة الواثق، ورفعت في خلافة المتوكل، بدأت في آخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم، استمرت في عهد الواثق، وبعدين رفعت في عهد المتوكل. لما وقعت المناظرة بين ابن أبي داود وبين الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، فكان الإمام أحمد يقول: يا أمير المؤمنين، قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. فيغتاظ المعتصم فيأمر الجلادين أن يجلدوا أحمد، وأحمد يعني لم يكن ضخما، لا طول ولا عرض ولا الكلام، إنما كان ضعيفا. فكان يقول للجلاد: شد، قطع الله يدك. يضرب الجلاد، ده بيضرب قدام أمير المؤمنين، فلا سيما أمير المؤمنين، له شد يعني اضرب على آخر، قطع الله يدك. فتصور بقى الجلادين اللي ايده تخن كده يضربون الإمام أحمد النحيف. لم يشف هذا غل المعتصم، كأنما أزعجه ثبات الإمام، فنزل المعتصم وضرب أحمد بيديه، ضرب أحمد بيده، وجرت مفاوضات مع الإمام أحمد. دخل عليه عمه فقال له: قلها يا أحمد، لأن المعتصم قالها، قال لأحمد: قلها يا أحمد، أفك قيدك بيدي. والإمام يقول له: قل لي يا أمير المؤمنين شيئا أقول به من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغتاظ المعتصم. كان ممكن يترخص الإمام أحمد كما ترخص غيره، لكن ما عاد يصلح أن يترخص بعد هذه الفضيحة، وقد انتشر الخبر في الدنيا، وانتظر الناس مقالة أحمد، وقل من ثبت مثلما ثبت الإمام. دخل عليه عمه قال: يا أحمد قلها، وجعل يذكره بالرخص، إن ممكن يترخص يعني. فيقول الإمام أحمد لعمه: يا عمي، عرضت نفسي على النار وعلى السوط فوجدتني لا أحتمل النار، والله يا عمي ما بيتي والسجن إلا واحد. العالم يثبت، المزني مثلا، البويطي عفوا، البويطي أيضا صاحب الإمام الشافعي ممن ناله مثل هذا الأذى، غدوه حطوه في السجن. فكان إذا أتى يوم الجمعة وسمع البويطي صوت المؤذن، كان بيغتسل طبعا ويلبس أفضل ثيابه، ثم يدق الباب على السجان، السجان طبعا واقف من بره، ها يقول له: عايز ايه؟ يقول: اريد ان البي نداء ربي. ربي بيقول لي: حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. اريد ان البي نداء ربي. فيقوم السجان يقول له: عافاك الله، يعني انت عقلك في حاجه؟
ده انت مسجون، تطلع ازاي تصلي الجمعه وترجع؟ فيوم يخلع ملابسه ويقول ربي اردت ان اجيب داعيك فمنعوني، ويقعد وكل جمعه بالنظام ده. ليه بيعمل الامام هذا؟ معذره الى ربكم، اعذرت يا رب، انا كل جمعه عايز البي داعيك لكن يمنعونني. طب العالم يثبت على الحق المر، وقد يدفع رأسه ثمنا للثبات على هذا الحق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.